إذا لما بدينا numerical example x كانت عندنا هي concentration تبعت A في المحلول initial value تبعها at time 0 إذا بتحب نرسمه بهذا الشكل هاي هون x of t هاي t حسبنا x new اللي هي نفسها x steady state مظبوط هاي الفاليو الجديد اللي راح يروح عليه طلع معنا 0.517 لأنه إحنا قلنا إنه x new بده يساوي x1 w1 زائد x2 w2 على w والقيم كانت عندنا 0.4500 زائد 0.75 200 على 500 زائد 200 7 هاي أعطتنا 0.517 أو 0.516 إذا التركيز الجديد رح يرتفع من القيمة الأصلية تبعته اللي هي initial value 0.5 رح يرتفع لقيمة جديدة نتيجة التغير اللي صار في مين صار عندي تغير؟ جديدة صارت 400 آه مظبوط إذا الأصلية عفوا هاي الأصلية كانت هاي القيمة اللي هي كانت 0.5 و 0.5 كانت هذول القيم اللي هي 0.4 في 500 زائد 0.75 في 200 على 700 فجينا قلنا إنه الفلو اللي هو W1 تغير من 500 إلى 400 فصارت هاي 600 لأنه 400 و 200 600 فصارت هاي 0.516 في حين الانيشال فاليو تبعها كان 0.5 إذا احنا عارفين الانيشال فاليو عارفين الفاينل فاليو فالفاينل فاليو رح يكون هذا اللي هو 0.516 فرح يتغير من 0.5 ل 0.516 يعني احنا عارفين القيمة الجديدة تبعته رح تكون هذه اللي هي x infinity أو x new 0.516 وهذه هون 0.5 رح تحرك من القيمتين هاي من القيمة القديمة للقيمة الجديدة دايناميكلي المعادلة أظن احنا كنا مطلعينها x of t بإمكان نفكر فيها ب x هاي المعادلة كأنها بتقول الفاينل فاليو راح اروح على الفاينل فاليو بالترانزيشن هاي اللي موجوده هون اللي هي انيشالي راح تكون 0 وفاينل راح تكون 1 وهاي راح تكون انيشالي 1 وفاينل راح تكون 0 فعندي هاي ترانزيشن ف ات 0 تايم هذا راح يكون التيرم وات فاينل تايم هذا راح يكون التيرم اوكي ماشي واضح وهي هذول القيم فصارت المعادله وتاو ايش كانت عندنا تاو اظن تاو كانت هي رو في على دبليو رو في على دبليو ايش وحده تاو بهاي الحاله من هي زمن بهاي الحاله من هاي لانه هذه وحدتها كيلوغرام وهاي وحدتها كيلوغرامز بير مينيت فلما بقسم كيلوغرام على كيلوغرام على مينيت بتطلع المينيت فوق فبصير هذا واظن طلعت معنا ثلاثة مش هيك لانه هاي كانت عندنا رو قديش 900 وكانت في عندنا 2 فهاي 900 وهاي 2 يعني 900 كيلوغرام بير كيوبيك متر وهاي على 600 900 في 2 1800 على 600 3 مينتس هذا هو التايم كونستنت وهذا هو التايم كونستنت اللي راح اتبعه هون والتايم كونستنت اللي راح اتبعه هون لانه هذا صار بعد تايم 0 بعد تايم 0 صار هذا التايم كونستنت مظبوط دبليو كان لها قيمه مختلفه قبل هاي بس ما لهاش قيمه احنا كنا واصلين ستيدي ستيت كونديشنز هون هاي هون كانت ستيدي ستيت كونديشنز فهذا هو التاو اللي بتبعه من هون فعندي هاي 3 مينتس فصارت المعادله الان تبعت x of t راح تساوي 0.516 1 minus e to the minus t على 3 وتي طبعا لازم تكون وحدتها هون كمان مينتس زائد 0.5 e to the minus t على 3 وهذا راح يعطيني خط
عندنا first order system response. وهذا صار هذا الحل، هذا أعطاني dynamic response تبع هذا السيستم نتيجة initial condition و input function.